بسم الله الرحمن الرحيم. قلت اعمل معاكم السحور النهارده، عملته بلو بيف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قلت تغيير، يعني الواحد زهق من الفول فول فول، فقلت اعمل لكم ايه، برضو لا غنى عن الفول، قلت اعمل لكم ايه، حبه بلو بيف كده وحبه بطاطس ونشوف مع بعض كده وبالهنا والشفا. اربع بيضات، علبه بلو بيف، فلفل اسمر مت ربع معلقه، وربع معلقه فلفل اسمر وربع معلقه ملح اهو بالشكل ده. وادي البطاطس قلنا محمره اهي ما شاء الله عليها، وهن ايه هنعملهم مع بعض سريع. حطينا معلقتين سمنه اهو، وحطينا البيض اهو اهو بعد كده يعني دقيقتين كده، وهم حاطين بقى البيض عليه عشان ايه هو مستوي اهو ما شاء الله حلو قوي اهو. ونحط البيض اهو ما شاء الله اهو بسرعه كده. شكل ده اهو هنا نشيلها اهو، حطينا البيض ما شاء الله اهو، والملح والفلفل قيمه ربع معلقه ملح وربع معلقه فلفل اهو بالشكل ده. ممكن طبعا عايزين تحطوا فلفل حطوا، عايزين تحطوا طماطم حطوا، بس انا بفضله كده طعم مره خطير جدا حلو قوي وسهل كده وجميل وبالهنا والشفا. وادي هو كده وطي النار عليه وخلص ما شاء الله عليه اهو، طعمه تحفه اهو. القشره اللي كانت واقعه شلتها طبعا اهو بالشكل ده، وخلص خلص اهو خلاص في ثواني من السحور. تغيير بقى هنا، هي يعني ايه، يعني كله عارف طبعا البلوك بيتعمل ازاي، بس هي ايه افكار، يعني الواحد زهق بينوع بيغير بس، ومن هنا والشفا ان شاء الله. وادي هو السحور بتاعنا، ادي البطاطس اهي، وادي البلوبيف، وادي الفجل والجرجير بقى المصري الجميل، وادي الزبادي اللي بنعمله في البيت البلدي التحفه، وشويه سلطه وجبنه، والف هنا والف شفا للي شاف واللي ياكل. كل سنه وانتم بخير وطيبين يا رب، يقعد علينا وعليكم بالف خير. شكرا.